مرحبا على احلى متابعين ومشتركين في قناتي، ورجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد. طبعا حبايب قلب، اليوم هيكون الفيديو غير، الفلوق غير. اليوم طبعا راح اروح حفله التخرج لصاحباتي، ويلا نشوف. طبعا حبايب قلبي، هاي الطريق بغزه بالسياره انا وصاحباتي. طبعا حبايب قلبي، انا هاي طلعت بالسياره وبطريقي الى غزه. طبعا هاي بطريقنا غزه. هيني وصلت ونزلت من السيارة، وصلنا على دوار الحصيرة، وهي المكان دوار الحصيرة، وعدنا وصلنا. يلا انا هيني الطريق الى جالكسي. تعالي تعالوا. وهي وصلنا جالكسي. واو، طبعا حبايب قلبي موعد الاكل مع صحباتي، احلى صحبات والله. إذا شايفين المكان كتير حلو، عند جالكسي. أول مرة والله أجي ألاقي المكان هيك حلو للتصوير، فانتاستيك. طبعاً زي ما بتعرفوا إنه جالكسي انقصف من قبل، هو المالديف، فغيروا المكان والمكان حلو أكتر وأكتر. شايفين كيف؟ مكان كتير فخم ما شاء الله. حبايب قلبي، أول مرة أصور عوين على المراية، شايفين كيف؟ فخمة والله المراية، حلوة جالكسي، بس شكله الحمام جديد لأنه ما كانش من قبل. حبايب قلبي، بهرجيكوا بحر غزة. شايفين كيف ما أحلام؟ سبحان الله، الحمد لله على نعمة ربنا. أكتر مكان برتاح فيه هو بحر غزة. شكرا
هلا احلى بنات، شكرا على الكيكه، شكرا من كل قلبي. طبعا باي باي جالكسي، انا خلاص طلعت منها، يلا نروح على حفله التخرج. طبعا هنا بطريقنا للحفله. احلى متابعين، ليش بقول انا؟ تعالوا احلى متابعين، كفو. كيف حالكم؟ الحمد لله. ليش جايين هنا؟ جايين نشوفنا سرقة. تعرفوا هنا؟ جايين نشوفنا سرقة. جايين نشوف لكم ايش؟ سرقة. كنت تسرقوا؟ ايش بدك تسرق؟ ايش بدك تسرق؟ تعالوا. اصلا انا مش شايفة في لا ذهب ولا مجوهرات ولا شيء. الكنافة انحرقت الكنافة. حبايبي قلبي احلى متابعين، كفو. هاي بوكيهات الورد كتير حلوة، مكتوب عليها مبروك التخرج. طبعا هاي الحفلة يا جماعة، واو، والناس كتير زحمة والمكان كتير حلو. هاي لينا مروحات. يلا يا بنتي. طبعا حبايب قلبي بعد ساعة دخلونا خاوة، فيلا نشوف التخرج جوا. متابعة، كيفك؟ شو اسمك؟ يلا قولي تعالوا. أحلى أماني، حلو اللبس عليك، لبس التخرج عقبال ما تتخرج عن جد. طبعا حبايب قلبي لي ساعة قاعدة بستنى في الكلية هذه، إيش اسمها؟ كلية المجتمع التطبيقية. قال شايفين الدنيا زحمة وشايفيننا نستنى عشان بس الخريجين يستنوا يطلعوا. طبعا هذا ظلم، بدنا نفوت بدنا نفوت. حبايب قلبي هاي علم فلسطين، تحيا فلسطين الحرة العربية. نهاية الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصير بكل جديد. وطبعا حبايب قلبي الحفلة كانت حبايب قلبي طبعا كانت كتير كتير زحمة ومعبئة الدنيا اليوم الحفلة، فالحمد لله وكتير نعست، وإن شاء الله يا ربي يومكم سعيد بالتوفيق والنجاح لطلاب وطلبات التوجيه بإذن الله. نتمنى لكم النجاح والتوفيق. Goodbye.